السلام عليكم الأخوة الكرام. حاليا أكاف كبريد إيتاويين تزاغي إتفغن زيد من زمان غدا زاغي خاين الزيتون ده بارك الله. شوف الزيتون الزيتون تبارك الله. الله 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 على خير ربي. الطبيعة سبحان الله وذين جندر فيلا تبارك الله تبارك الله عليهم. الله الله على منطقة تزاغين بعض وضير ليتي سكا وضير تمنادو بطيخ دلاح نمشي أنا يوز تربحة. الله 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 على المناظر غاخ دياري ولكن اخسب لها مدي السهروة. الله يا رب الله يورا سبحان الله الله شنو نماذج يزد السياح تبارد يوري مش
الطبيعة وجميل صغير ترد خصوص دياري سكاة الهدوء والأمن. لا عجبنا ود كمم ام يورم بريشو بعد ابنا مذيع ذيع شان يسر بها على مناظير ده. الله يا رب الله. مصر الغيش ده. طبيعة. حياة. سكات. هيا تدري وانت كيف دين دي تشوف شو قالوش كان تهجب غارب حاط بارك الله جوانا وضغو بريد ايدي تزي الحسي ما يطرح النظر الله الله على مناظير ده تحية إصحاب تزغين ماني مجان داخل الوطن خارج الوطن غاوم ذا إيش السكنة ما شاء الله بصحتكم أنا مزيد أبريدي صباح أكارك ربحا ما يخصى ضحنا ضحنا هالحزيمة هالنظر
أكاك رابع منتزعي. حسيمان نضاء نضاء الحسيم. ايوا شوينا سيدي انا ورقه في الحسيم.